إذن صدق مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم 110/13 للسنة المالية 2014 بموافقة 164 صوت بمعارضة 95 صوت وصفر ممتنية. بمصادقة مجلس النواب إذن على مشروع قانون المالية يكون قد أنهى فصول النقاش داخل المجلس حول ميزانية سنة 2014 ومقتضياتها. وهذه المصادقة هي دعم لكون هذا المشروع يشكل لبنة أساسية في المسار الإصلاحي بالنسبة لبلادنا والذي رعاه وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله. هذا المسلسل ديال الإصلاحات مدعوم كذلك مجموعة من القطاعات والدعم الموجه للجانب التوازن الاجتماعي سواء في الصحة أو في التعليم أو في السكن أو في العالم القروي أو في التشغيل، كذلك دعم ديال المسار ديال التنمية وديال النمو وديال دعم المقاولة ودعم الاستثمار، والمسألة الثالثة هو دعم التوازنات المالية بالنسبة لبلادنا. دعم الأحزاب المكونة للأغلبية للمشروع جاء لعدة اعتبارات أساسية أهمها تنفيذ برنامجها الحكومي. مشروع أتى ببعده من أجل التنمية الاقتصادية، تحقيق النمو الاقتصادي وكذلك تحقيق التضامن الاجتماعي، أتى لمصلحة المواطن، لمصلحة المقاولة، وكذلك في إطار صيرورة الإصلاحات التي دشنتها بلادنا، فهي لحظة أساسية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي انخرط فيه المغرب الحمد لله في جو من الاستقرار ومن التضامن والتماسك الاجتماعي. تضمن مجموعة من إجراءات الشجاعة احترم طبعا الدستورية، كانت لنا العديد من الملاحظات، تقدمنا بتعديلات من أجل تجويده، وافقت الحكومة بأريحية على مجموعة من هذه التعديلات خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، لذلك قررنا ونظرا أيضا لالتزاماتنا داخل الأغلبية الحكومية أن نصوت بالإيجاب على مشروع القانون المالي لسنة 2014.